وإلى المغرب، حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 3000 قتيل. يأتي ذلك فيما كثفت السلطات جهودها الإغاثية لمواجهة تداعيات آثار الزلزال من خلال تشكيل لجان خاصة لإحصاء عدد المساكن المنهارة في إقليم الحوز، وذلك في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين وتقديم المساعدة للأسر في أقرب وقت ممكن. بعد أكثر من 10 أيام من الخوف والفزع عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة ومنطقة الحوز، تعود الحياة تدريجيا لمدينة مراكش، وإن كان التفاؤل يسود بعضا من سكان المدينة لكي تعود لسابق عهدها، إلا أن نوعا من التشاؤم لا زال باديا على البعض الآخر. مدينة مزيانة ونادية وكل شيء باقي على حسب ما يرى، جرادي العطارات كل شيء مزيان وبخير وعلى خير الحمد لله. ما كاين حتى شي حاجه اللي تغيرت بعدا، كان واحد شويه ديال سميتو ديال الخوف ديال الناس تتخاف وداك الشيء. الحمد لله الحركه كما العاده، بعض الناس متخوفين، بعضهم راح لبلده والاكثر باقي في 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 الفنادق، يعني ما تغير شيء، كل الناس في مكانها. السياحه جيده في هذا الشهر، وحتى في الاشهر القادمه غتكون اكثر. الساحة جمع الفناق القلب النابض للمدينة الحمراء أعادت صخبها المعروفة به، حيث عادت الحركية لتدب من جديد بالساحة كما بالمحلات التجارية، والكل يمني نفسه لنسيان ما وقع ليلة الجمعة الأسود، بينما سكان المدينة يحاولون لملمة جراح مدينتهم. القضية غادية تدريجيا دابا كترجع للحالة الطبيعية ديالها، من بعد فلاش يلاه وقع هادشي بدات هادشي صراحة الله بانت واحد شوية ديال قضية نقصت شي شويه بزاف على هادشي ديال السياحه تاع جامع فنا، ودابا الحاليه الحمد لله غاديه تدريجيا وكترجع شويه بشويه. قد يقول قائل ان حجم الدمار كان كبيرا، بينما عاش سكان المدينه والضواحي رعبا كبيرا بسبب هذه الكارثه الطبيعيه، الا ان وجه المدينه قد يغسل من جديد وتمسح من خلاله اثار هذه الذكرى الاليمه التي خلفت خسائر في الارواح والبنيه التحتيه في انتظار اعاده اعمار ما هدم وخرب وضاع. وهي تلملم جراحها بعدما وقع قبل أسبوع، تعود الحياة تدريجيا لمدينة مراكش، فيما تواصل ساكنة المدينة التأقلم مع تداعيات هذه الكارثة الطبيعية. لتلفزيون دولة الكويت، عبد الله الشهاب، مراكش.